مشقيطة هي عروس جبال اللاذقية المتوجة بخضرة رائعة وبحيرات ساحرة، تعتبر من أهم مواقع الراحة والاستجمام في محافظة اللاذقية، حيث برزت هذه القرية الواقعة على بعد 23 كيلومتر شمالي مدينة اللاذقية إلى الواجهة السياحية بعد إنشاء سد 16 تشرين الذي تطل عليه القرية من الجهتين الغربية والشمالية الغربية. وهذه الإطلالة الجميلة المميزة على السد ببحيراته السبع تتخللها مساحات واسعة من الأحراج والغابات والأراضي الزراعية المليئة بأشجار السنديان، الصنوبر والبلوط وغيرها، كما وتحيط بها مجموعة مزارع وقرى عديدة. وكلمة مشقيطة كما ذكرتها مصادر التاريخ تشير إلى أن لفظ مشقيطة هو لفظ سرياني ويعني الأرض المروية أو المسقية من السقاية، وذلك لكثرة ينابيعها. ويلاحظ الزائر لهذه القرية المرتفعة حوالي 260 متر عن سطح البحر توفر الخدمات السياحية، كما وتتميز مشقيطة بطقسها المعتدل صيفاً وشتاءً وبهوائها العليل.